الترعه دي بتروي اكتر من 120 فدان، وبيعتبر المصب الرئيسي للشنويه، والشنويه دي حوالي اكتر من 40,000 نسمه. والمشكله دي قائمه، دي لها اكتر من 3 سنين ومفيش سائل عن مسؤول. حضرتك هنا المصرف الرئيسي ده هو المصب الاولاني هنا في الشنويه، لكاره الشنويه في مركز ناصر. حضرتك الزباله دي بقى لنا فتره جامده، ما حدش سال عننا ولا رئيس مجلس مدينه، كل ما يجي واحد يتعين جديد بيحط ضوء في ميه بارده. اتكلمنا اكتر من مره وبعتنا فاكسات وشكينا في المجلس المحلي ورئيس المدينه، وبرده ما فيش، لا مستمر، يبقى الوضع كما هو عليه. البلد بقى فيها ثلاث، المركز فيه ثلاث اعضاء مجلس الشعب، ما فيش حد، في عضو من الشنويه ومن بوش ومن اشمنت، وما فيش حد سال عن مسؤول ولا حد بيسال في البلد خالص، والارض عندنا ماتت وما فيش خالص. صحيا او بيئيا متضررين، لان احنا بيتنا بجوار التجمعات دي، وحتى عمليه ازاله البقايا والحاجات دي كلها ما بتتزالش من قبل الصرف او الري، وعندك الناموس والعيال والاطفال الصغيره هنا بيرموا الكلاب الميت او البهايم، والاطفال جارينا هنا ونيجي نروي الزرع ما فيش ميه، زي ما انت شايف حضرتك كده الميه مسدوده، ولا ارض بتشرب ولا ارض عطشانه، وهنا كده المصب الرئيسي البلد كلها بترمي الزباله في الجنب ده، حتى ما فيش نظافه، ما فيش اي حاجه، ممكن تقعد يوم واثنين وثلاثه. ولو حضرتك دخلت وصورت دلوقتي هتلاقي الزباله هنا بقى لها اسبوع مرميه، ومفيش نظافه، مفيش سال عن المسؤول، وما اشتكينا في رئيس مجلس المدينه وقلنا للمحافظ. وبيئيا مش كويسه من الروائح اللي بنشوفها والجثث اللي مرميه فيها.